كابتن وليد، الى اي مدى ممكن يكون غياب ديانج مؤثر على خط وسط النادي الاهلي، ومين افضل بديل لديانج في التوقيت الحالي في وجهه نظرك؟ اكيد حمدي فتحي والسوليه، يعني الاثنين اللي هيلعبوا، الاثنين دوليين، مفيش اي الفكره في التفاصيل يا ابراهيم. يعني ديانج عنده حاجات حلوه قوي فيما يخص مباراه القمه تحديدا، هو لما بيحط رجله على الكوره بيضرب خط كامل، ودي انت محتاجها جدا النهارده في مباراه زي مباراه الزمالك. واحد كان من نجوم لقاء 5-3 علشان الحته دي بس، ان هو لما بيقطع وبيحط رجله على الكوره بيروح مسافات كبيره، دي مش موجوده عند حمدي ولا موجوده عند السولية، لكن عندهم حاجات مختلفه. حمدي فتحي يقدر ينزل في قلب الاثنين، خصوصا ان الراجل بيلعب 4-2-3-1، الراجل فتح الملعب على طول طبعا. اول مباراه قمه بالنسبه لمستر كولر، فبرضو في خطوره شويه، الكره لما هتتقطع تيم نادي الزمالك الهجومي عنده من القدرات على التحولات من الدفاع للهجوم بحرفيه شديده. اذا كان زيزو ولا سيف الدين الجزيري بياخد بين السردباك وبين الباك، او امام عاشور لو راح، حتى لو هو لعب 5-3-2 فبرضو امام زيادته هتبقى قويه، زكريا الوردي زيادته هتبقى قويه. فهنا نص الملعب محتاج حمدي يهدى شويه والسوليه، لان اذا برونو سافيو لعب، اذا عبد القادر لعب، هما ما بيردوش رده قويه. وهنيجي طبعا في التكتيك، لكن النادي الاهلي اللي موجودين يقدروا يسدوا الفراغ بتاع ديانج. الفرقه جاهزه، الفرقه اللياقه البدنيه بتاعتها كويسه جدا، بتقدم كره حلوه، بيطلع مستر كولر من تحت بهجمه منتظمه. اتمنى بس ان احنا ننقل طبعا الناحيه الاخلاقيه دي اهم حاجه، وان شاء الله باذن الله الفرقتين يبقى عندهم من الثبات الانفعالي ومن الحكمه ومن ضبط النفس بعد المباراه. في حد هيكسب، في حد هيشيل كاس، في حد لازم يطلع يستلم ميداليات الخاسر، أيوه. في حد لازم يهني الكسبان، لازم ننضبط اخلاقيا. ده طبعا ده مهم، نقطه مهمه جدا. النقطه بقى من وجهه نظر اللي في نفس الاهميه، عايزين نقدم وجه كرة القدم المصرية الحقيقي. انت برضو الناس بتستضيفك لان انت اكبر فرقتين في افريقيا، صح؟ لو تفتكر السوبر يا كابتن اللي هو كان 3-2 اللي كان مستر فريرا موجود فيه، حاجة كده، يطلع 4-3، يطلع 5-4، يطلع حاجة. اللي فات على طول ما كانش بنفس المستوى، لا كان في كذا واحد وحش قوي قوي، كان في واحد انتهى بينالتيز سيء جدا وكرة وحش قوي، واللي فات برضو ما كانش احسن حاجة. كان الفرقتين خايفين من بعض، عايزين جرأة من الاثنين المدربين، عايزين جرأة من اللعيبة، عايزين الناس اللي موجودة على أرضية الملعب. عندك 22 و10 هينزلوا، 32 لعيب دولي، صحيح؟ فعايزين المفروض صفوة لعيبي مصر، يعني بالظبط. الإمارات أو مع كامل الاحترام أو كل الدول العربية بتستضيفك وبتشوفك عشان تتفرج على كرة مختلفة، فإحنا يا رب نعرف نقدم الوجه الحقيقي للكرة المصرية إن شاء الله يا رب.